السلام عليكم طلاب الثالث المتوسط الأبطال، وبعدنا بالفصل الأول وصلنا للحلقة السادسة، وبإذن الله اليوم راح ناخذ موضوع جديد وموضوع سهل وحلو. مثل ما خلينا المواضيع السابقة حلوة وسهلة، حنفصلخ إن شاء الله الرياضيات مال الثالث المتوسط. قبل لا أبدأ بالفيديو، لايك واشتراك بالقناة حتى توصل لكم المحاضرات أول بأول، وأيضا ادخلوا بالجروب مال الثالث المتوسط اللي موجود، هو تلقونه بالتعليقات او بالوصف. طلابنا اليوم عندنا موضوع اسمه المتتابعة. انتم تدرون اني اول حلقة قسمت الفصل الى خمس مواضيع، زين، اخذنا من عنده الموضوع الاول اللي هو الجذور، خواص الجذور والعمليات وهاي التفاصيل، وراء اخذنا التطبيقات ايضا بمحاضرتين خلصنا، واليوم راح ناخذ المتتابعة. المتتابعة يعني ممكن محاضرتين او ثلاث محاضرات نخلص بهذا الموضوع. ايضا من المواضيع المهمه جدا بالفصل الاول واللي تجي بالوزاري بكثره. شوفوا طلاب، المتتابعه انتم راح تاخذوها ايضا بصف خامس علمي ان شاء الله، يعني انا هسه شارح للطلاب الخامس، عندهم فصل كامل اسمه المتابعه، فصل كامل، زين، بس انتم ماخذين شيء مو عميق بالمتابعه، يعني ما متعمقين بها، ماخذين منها بس المتتابعه الحسابيه، زين، فلذلك بالخامس ان شاء الله من توصل بالخامس العلمي ام راح تجيك متتابعات، تجيك فصل كامل بهواية يعني مواضيع، تمام؟ احنا هسه بالثالث لا درس عندنا يعني موضوع، تمام، بالفصل الاول اللي هو المتابعة. المهم شنو هي المتتابعة؟ المتتابعة طلاب هي دالة مجالها N، اوكي، دالة ينطيك اياها بالسؤال، تمام، هو ومجالها يكون N، يعني تجي بدلالة حرف N. شنو هو N؟ N هو الاعداد الطبيعية، احنا نسميها الاعداد الطبيعية اللي نطيناكم اياها بداية الفصل، اللي هي تبدي من واحد وفوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام، هاي الان. طبعا يعني هي صراحة نفسر لكم اياها واحدة واحدة، بس خلي نقرأ التعريف مالتها شنو هو المتتابعة. شلون نكتبها؟ نقدر نكتبها بشكل ازواج مرتبة، تمام، ويرمز للحد العام يو ان. شوفوا طلاب، المتتابعة اكو شيء اسمه شلون القانون مالتها يسموه اليو ان، اللي هو الحد العام. الحد شنو؟ العام. احنا الطلاب ما يفهمون هاي الكلمات، اخلي اقول لهم القانون مالتها، القانون مالتها يعني هو اللي يكون بدلالة N، يكون بدلالة شنو؟ N. شوف مثلا قلت لك الحد العام N زائد واحد، مثلا هاي مثال من قلبي، معناته انه انت من راح تجي تعوض بدال ال N راح دائما المتتابعة تزيد عندك، تزيد واحد، راح تزيد واحد، فانت من تقوم تعوض بالحد العام القانون راح تعوض بدال الان، تمام. هذا اليو ان اللي هو الحد العام هذا ينطيك اياه بالسؤال، هذا خلي نكتب عليه يعطى بالسؤال، يعني بس خلي اوضح لكم شغله، انه اليو ان اللي هو الحد العام مال المتتابعه هذا ينطيك اياه بالسؤال، هو ينطيه بالسؤال بدلاله ان، ينطيه بالسؤال بدلالة شنو؟ بدلالة حرف N، تمام؟ يعني بي حرف N. انت شو تسوي؟ يقول لك بعد هو وراها شي، يقول لك طلع لي الحدود الخمسة. شو تسوي انت؟ تبدي تقوم تعوض الحدود. المتتابعة راح تبدي من واحد، يعني يو واحد. شنو يو واحد؟ يو واحد يعني الحد الاول هذا، وراها طلع لي الحد الثاني يو اثنين. يو اثنين يعني شنو الحد الثاني؟ طبعا هسه راح نجي نعرف شلون نطلع الحد الاول والحد الثاني. يو 3 الحد الثالث الى اخره. شوفوا ايش قد رايد من عندك، مثلا رايد 5 حدود لحد يو 5، رايد 10 حدود لحد يو 10، هيجي. المتتابعه شلون تكتبها؟ النواتج اللي يطلعون مال يو 1 ويو 2 ويو 3 ينكتبون هنا واحد ورا الاخ بالسرعه، اوكي. انت مو راح تطلع يو واحد يطلع لك قد رقم، يو اثنين، يو ثلاثة، حد الثالث، حد الرابع، تجي تكتبهم بشكل متتابعة. هاي اذا قل لك هيك، بس اذا قل لك زوج مرتب، اذا قل لك اكتب ليها بطريقة الازواج المرتبة، هنا أنا لا انتبه، راح تكتبها بطريقة هيك، انه كل حد يصير قوس، هذا الحد الاول قوس، حد الثاني يصير قوس، حد الثالث يصير قوس، وهكذا. وهذا القوس حيكون ب 2 اللي هو الرقم اللي انت عوضته اللي هو نقول الواحد، تمام،
والناتج مالته، والناتج مال واحد، نوبل اثنين والناتج مالته، نوبل ثلاثة والناتج مالته. هذا يقول لك بطريقة الأزواج المرتبة، اكتب لي اياهم. أزواج مرتبة هي شكلها يصير، تكتبها شون X و Y، يعني تاخذ الرقم اللي انت اخذته والناتج مالته تصير X و Y، قوس نوبل اثنين والناتج مالته طلع، ثلاثة والناتج مالته طلع، اوكي وهكذا. زين استاذ مؤمل اني وين اعوض؟ تعوض بالحد العام، هذا اللي ينطيك اياه بالسؤال. هل اكتب عليها هاي نعوض بيها، ينطيها بالسؤال. اليو ان هو ينطيك اياها بالسؤال، انت تبدي تعوض بيها ارقام، تبدي مثلا يو واحد تعوض الواحد بدال الان اللي هو هنا، هيطلع لك الناتج مالته. خلصت تروح يو اثنين تعوض الاثنين، تعوض الاثنين بدال كل ان هنا طلع لك الحد الثاني، تروح وراها تعوض الثلاثة بدال الان طلع الحد الثالث، وهكذا. يعني هو ينطيك المتتابعة، ينطيك الحد العام مالته، تمام، ينطيك الحد العام مالته، وانت شو تسوي؟ تروح تعوض بدال كل ان، يعني سالفة ما تجهال، مجرد الان او اخرى، مرة عوضة واحد، مرة عوضة اثنين، مرة عوضة ثلاثة، وقوم اطلع الحدود، الحد الاول الحد الثاني الحد الثالث، وروح اكتبهم. اذا قل لي اكتبهم بشكل طريقة عادية، تكتب بس النواتج، النواتج مال متتابعة، لكن اذا قال ازواج مرتبة لا، تكتب رقم الحد، الحد الاول والناتج مالته، الحد الثاني والناتج مالته، الحد الثالث. هاي اذا قال ازواج شنو مرتبة. طبعا هاي كيف كشي بسيط على المتتابعة، يعني هي اكيد بيها متابعة حسابية راح تدخل شغلات اكثر، بس من نجي ناخذ مثال بسيط على المتتابعة واريد ابسطه للطالب، مثلا هذا المثال اللي هو كلش بسيط. شوف بالسؤال شو يقول، يقول لك اكتب لي الازواج المرتبه الخمسه الاولى. حدد لي، يريدني اطلع لاول خمسه، يعني حطلع يو واحد ويو اثنين ويو ثلاثه ويو اربعه ويو خمسه، خمس مرات راح تعوض. زين استاذ مؤمل هو غير ينطيني الحد العام اليو ان اي، هو ينطيك اليو ان باوع لمتتابعة اسمها يو ان طبعا يريد بي مطلب لاخر، يقول لي وراها اريد تمثلها في المستوى الاحداثي. هسه هاي سهله، الرسم الاحداثي اعلمكم عليه، بس اول شيء شوف هو منطيك الحد العام. اول مثال اني راح احل اليو ان منطيني اياه ان، انت شو تطلع؟ لازم تطلع يو واحد ويو اثنين ويو ثلاثه ويو اربعه ويو خمسة. استاذ مؤمل ليش خمسة؟ لان ابو السؤال قال لي اريد اول خمسة، فاطلع له اليو واحد واليو اثنين ويو ثلاثة ويو اربعة ويو خمسة، هو راد مني اول خمسة. طلاب شغلة سهلة كلش، مجرد بدال الان تبدي تعوض الارقام، مرة بدال الان تخلي واحد طلعت الاول واحد، نوبة تخلي اثنين، نوبة تخلي ثلاثة، نوبة تخلي اربعة، نوبة تخلي خمسة، يعني رح نظل نعوض بدال كل ان الرقم اللي نريد نطلعه. يعني إذا بدينا باليو واحد راح نعوض بدال هذا الان واحد، طلع الناتج واحد، هذا الان شوفوا وخرت خليت واحد بداله، حد الأول طلع واحد، النوبة نعوض بدال الان اثنين، تروح الان كلها تخلي اثنين يطلع اثنين رأسا، النوبة نخلي ثلاثة بدال الان يطلع ثلاثة، النوبة نخلي أربعة بدال الان يطلع أربعة، هو هذا الان دن وخرت نخلي الرقم، النوبة نخلي خمسة بدال الان يطلع خمسة، طلعت الحدود الخمسة الأولى. هو يريدني أكتبها بشكل أزواج مرتبة. زين أستاذ مؤمل شلون نكتبها بشكل أزواج مرتبة؟ بعد تفتح قوس أول شيء هيك، بما أنه هو خمسة يعني لازم خمسة قوس، الزوج المرتب ينكتب قوس طلاب، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة هذا خمسة، نخلي بعد هذا وهذا خمسة. شلون راح نجي نكتبهم؟ أول شيء الحد الأول شنو الرقم مالته؟ الرقم اللي ده ناخذه واحد، تكتب أول شيء الناتج مالته ايش قد طلع؟ هم واحد، فتنكتب واحد بواحد هيك. النوبة هذا نفس الشيء، ايش قد طلع عندي أني؟ أول شيء هو يا حد، الحد الثاني تكتب اثنين، ايش قد طلع عندي الناتج مالته؟ اثنين باثنين هيك. نوبة هذا ثلاثة بثلاثة، ثلاثة بثلاثة،
النوبة لحد الرابع أربعة، أربعة بأربعة، يعني هاي أربعة وهاي خمسة ذولا مال الحدود، وذولا اللي يصيرون يمه هاي النواتج مالته، يعني حد الرابع شنو الناتج مالته هم يعني أربعة، حد الخامس شنو الناتج مالته هم يعني خمسة. هاي كتبناها بشكل شنو؟ بشكل أزواج مرتبة. شلون نجي نعوضهم أو نمثلهم في المستوى الإحداثي؟ شوف هاي أنت عندك بالرياضيات بالمستوى الإحداثي عندك محورين، يعني محور اسمه واي ومحور اسمه اكس. الأفقي هو الاكس اللي هو يكون باتجاهين، اليمين موجب واليسار سالب. العمودي اللي هو هذا الشاقولي هذا نسميه مستوى واي، أيضا باتجاه فوق عمودي وجوه سالب. هاي سويهم قبل لا تحل. شلون أجي أعوض أول نقطة أمثلها على الخط، عفوا على المستوى الإحداثي؟ طلاب هذا يمثل X وهذا يمثل Y. من نجي نعوض هاي النقطة نروح على الأكس الموجب، نمشي واحد. الأكس الموجب هو اتجاه اليمين فنمشي على جهة اليمين واحد. النوبة نروح على الواي الموجب أيضا نصعد واحد. الواي الموجب هو الفوق. أوكي تعال هسه شو نسوي؟ هاي طريقتنا، خلي نقاط، النقطة حتصير هنا، هاي النقطة الأولى طلعت شنية واحد بواحد، واحد شنو بواحد. هسه أجي شو أسوي؟ أسوي النقطة الثانية، هاي واحد بواحد. النقطة الثانية طلاب اثنين باثنين، الأكس اثنين يعني نمشي اثنين، والواي اثنين نصعد اثنين، أيضا نقط تجعد لحتى هنا جدي. راد التنقيط توخروه ماشي، بعدين توخروه. هاي اثنين باثنين عوضناها، بعد ثلاثة بثلاثة، الأكس ثلاثة نمشي على اليمين ثلاثة، الواي ثلاثة، يعني حيصير عندي بهالشكل. هنا النقطة تصير هاي من هي ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة. شو ممكن نحتاج مجال؟ أي أربعة بأربعة على الأكس أربعة وعلى الواي أربعة، هاي من نفس الشيء نقط، نعم نقطة تصير. شنو اللي يطخ هذا ويا هذا؟ تصير نقطة بي أربعة بأربعة، هاي عوضناها. آخر شيء خمسة بخمسة، الأكس خمسة والواي خمسة، أوكي هاي النقطة الأخيرة خمسة بخمسة. هاي مثلناها كلهن ذني على المستوى الإحداثي، هاي النقاط اللي قبالكم زين، اللي هن الخمس نقاط اللي طلعناهم، سويش طلعناهم زوج مرتب، بعدين مثلناهم على المستوى الإحداثي. هاي توخرهم طبعا النقاط كلهن، هاي كلهن توضيح كانت حتى يجن عدله زين، تمسحهم تريد بكيفك انت شنو يعجبك، بس انه ما يصير تبقيهن زين حتى يصيرهم بس النقاط واضحات على الرسم ماشي. يعني هاي ايش سوينا احنا؟ خلصنا مثلناها على شنو؟ المستوى الاحداثي لهذا السؤال، خلصناه هذا السؤال خلصناه مثلناه على المستوى الاحداثي. زين نروح على المثال اللي بعده اللي هو نفس السؤال بس راح يغير عدي اليو ان، اليو ان تغير هنا. همي انا رايد منك اول حد اول خمس حدود تطلع لي، يعني حطلع لي اليو واحد، اليو واحد واليو اثنين واليو ثلاثة، صادم كيف؟ لا مو كيف، هو بالسؤال يريد أول خمسة، واليو أربعة واليو خمسة، هو رايد مني أول خمسة، حكي حلو؟ فأنت ايش راح تسوي؟ شلون تطلع أول خمسة؟ مجرد بدال كل أن تعوض مرة تعوض واحد أول شيء، أوكي؟ حيصير هذا الواحد فوق ينزل ما علينا بيه، الأن يعوضه واحد يصير واحد على واحد، واحد على واحد ناتج مالته واحد، خسارة. صار اوكي، هو اصلا واحد على واحد واحد. النوبة هسه شنو نعوض بدال ان؟ نعوض اثنين، حيصير واحد على اثنين، واحد على اثنين ما بي اختصار فيبقى واحد على اثنين، تمام؟ واحد على اثنين ما بي اختصار يبقى واحد على اثنين. النوبة نعوض الثلاثة، شي يصير واحد، حنجيب الثلاثة نعوضها هسه، واحد على ثلاثة والناتج يطلع واحد على ثلاثة. نوبة نعوض الأربعة بالمقام، يطلع واحد على أربعة،
اوكي واحد على اربعة. النوبة نعوض الخمسة بالمقام يطلع واحد على خمسة، وهذول النواتج مالت الحدود الخمسة الاولى. نريد نكتبهم بشكل زوج مرتب. تفتح قوس كبير، تخلي لي خمسة قواس بي، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. لحظة نسوي ابيض. من تريد تكتب كل وحدة تبدي تاخذ اول شيء يا حد هذا الحد الاول تكتب واحد، والناتج مالته ايش قد طلع؟ واحد واحد بواحد. تجي على الحد الثاني قد يمليو اكو اثنين، يعني الحد الثاني تكتب اثنين. النوبة الناتج مال الاثنين طلع واحد على اثنين يمثل الواي، الناتج دائما يمثل الواي، الناتج مالته يمثل الواي، هذا اكس وهذا واي هيك. هذا بتكتبه بداية بعدين هذا. يلا هذا ايش قد نكتبه؟ ثلاثة. بيش قد الناتج مالته؟ واحد على ثلاثة، ثلاثة بواحد على ثلاثة. النوبة أربعة بواحد على أربعة، شوف شلون داكتبن. آخر واحد خمسة بواحد على خمسة، كتبناها بشكل زوج مرتب. هسه أريد أنت تعوض لي النقاط، وراح تقول لي أستاذ مؤمل ذني كسور. حبيبي الكسور تقيمهن تقييم، يعني ما تجيبهن ضبط. يعني هسه الواحد على اثنين هو 0.5، يعني أقل من الواحد، يعني صعب الله واحد بواحد سهلة. خلينا نعوضها واحد بواحد، الاكس واحد والواي واحد ناصر. اثنين بنص، الاكس اثنين الواي نص، يعني اقل من الواحد. هنا يصير شيء صغير اوكي، وتكمل باقي الثلث 0.3، مو الربع 0.25، الخمس ايش قد تقسمها 0.2 مو قسمها وشوف اي 0.2 زين. هذني قيمهن لك بالبوينتات حتى شنو انت تقربهن. هسه هذا 0.5 وراح تخلي مثلا اقل من اقل منه هيك زين، يعني فانت تجيبها مو ولا بالضبط تجيبها يعني بالبوينتات، يعني تخليها تقديريه، تخليها شنو شغله تقديريه زين. يعني هذا ايضا المثال حليناه، يقول لي اريد الحدود الخمسه الاولى. عندنا مثال لا خمينه هم سهل كلش، هم يريد الحدود الخمسه الاولى لكل من المتتابعات، بس هنا ما يريد تمثيل على المستوى الاحداثي يعني بدون تمثيل، وما يريد ازواج مرتبه، يعني تسويها كلش سهله. منطيك اليو ان عليك يا فك، بدال هذا الان حنعوض يا طلاب خمس مرات. مره نعوض واحد اليو واحد واليو اثنين واليو ثلاثه محمودي واليو. ليش خمس مرات حمودي؟ هو طالب خمس مرات بالضبط، هو رايد خمسه، قايل اريد الحدود الخمسه الاولى، فتطلع له اول خمسه، يعني خمس مرات تعوض، مره تعوض رقم واحد، مره رقم اثنين، مره رقم ثلاثه، مره رقم اربعه، مره رقم خمسه، وكله بدال هذا الان. يعني انت الاثنين تنزل، لكن الان ايش راح تعوضه هسه انت هنا؟ راح تعوضه واحد، هذا ناقص واحد ايضا ينزل، شوف بس مجرد حرف الان تعوض بداله انت. تعال هسه ضرب، اضرب اثنين في واحد اثنين ناقص واحد ينزل، ظلت اثنين ناقص واحد، اثنين ناقص واحد، الناتج مالته واحد. اذا اول الناتج مال المتتابعة طلع عندي واحد. هسا بدال الان نعوض اثنين، هسا نعوض اثنين لان حنطلع يو اثنين، معناته الان يصير اثنين. يلا اثنين في اثنين طلاب اربعة، ناقص واحد ينزل، اربعة ناقص واحد الناتج طلع ثلاثة، الناتج طلع ثلاثة اوكي. يعني زين نيجي هسا على الثلاثة، هسا بدال الان نعوض ثلاثة، اثنين تنزل بس الان يروح تعوض بدال ثلاثة وهي ناقص واحد تنزل. يلا طلاب نضرب اثنين في ثلاثة ستة، ناقص واحد ينزل، ستة ناقص واحد خمسة. اذا تلاحظون جاي يزيد اثنين اثنين، هسا اقدر اطلعك الناتج مال هذا سبعة تسعة، لان قاعد تزيد اثنين اثنين، واحد صار ثلاثة، الثلاثة صار خمسة، خمسة شو يصير حمودي؟ سبعة، سبعة شو تصير؟ هسه ذني الاثنين طلعت لك الناتج سبعة وتسعة، لان قاعد يزيد اثنين اثنين. هنجي هنا نشوف كلامنا صحيح. هنعوض هسه بدال الان أربعة. اثنين في أربعة ثمانية. ناقص واحد شوف سبعة، قلت لك تزيد اثنين اثنين؟ قاعد يزيد اثنين اثنين، هاي حتى تتأكد من حلك. زين، نجي على اليو خمسة. بدال الان حنعوض خمسة.
اوقف، 2 في 5 10، ايضا ناقص 1 ينزل 10، ناقص 1 9. شوف قلت لك تزيد 2 2. شلون نكتب المتتابعه؟ طلاب هنا نكتب المتتابعه بهذا الشكل العادي، ناخذ بس النواتج. يعني تبدي اول شيء تكتب 1 بارزه 3 بارزه 5 بارزه 7 بارزه اخر شيء 9، تكتب بس النواتج مال الحل. ماشي، يعني هاي المتتابعه مالتي. وليش ما كتبتها مثل قبل شوي؟ لان قبل شوي كانت يسموها الازواج مرتبه، هاي مو ازواج مرتبه، هاي بس تكتب النواتج مالتها وكلش سهل هذا المثال. ناخذ بعد مثال لاخ، هواي بيها امثله هاي طلاب. هسه هنا اذا تلاحظ الداله مالتي بيها سالب واحد وبيها اس، الاس صار هو الان، اذا التعويض راح يكون كله بالاس. قبل ما احل هذا السؤال اريد اعطيك ملاحظه، انا ما ادري قايلها لو لا بس خليني اذكرك بها. انت تعرف انه السالب اذا الاس مالته كان زوجي راح يروح يتحول موجب، تدري بيها هاي لو لا المعلومه؟ اي اس زوجي يعني اس تربيع اس 4 اس 6 يلغي السالب ويطلع الاشاره موجب، لكن اذا كان الاس فردي، ارقام الفرديه تعرفوها، ما يروح السالب يبقى السالب. هاي الملاحظه اكيد مره عليكم. اذا الاس مال قوس زوجي يعني زوجي الاعداد الزوجيه 2 4 6 8 السالب يروح، لكن اذا الاس مالتي فردي السالب يبقى. زين خليني اجهز. خمس مرات نعوض، يعني هو رايد مني خمس مرات، يعني يو 1 يو 2 يو 3 سويهم قبل ما تبلش، يو 4 ويو 5. بدال كلين راح نجي نعوض عليك يا ابن. السالب واحد يبقى هو، بس اللي حيتعوض الان. اول شيء هنعوض واحد. عفوا. سالب واحد اس واحد، الاس من يكون واحد ما ياثر فيبقى سالب واحد. الاس اذا كان واحد ما ياثر على الحل. اوكي؟ الاس واحد ما ياثر يعني ما مضروب فيه اكثر مره. فينزل سالب واحد بدون اس. هسه نعوض اثنين. سالب واحد اس اثنين، حمودي زوجي لو فردي هذا الاثنين. اخوان الواحد اس اثنين واحد في واحد، واحد اس اثنين يعني واحد في واحد، والواحد ايش ما يكون الاس مالته يطلع واحد، يعني حيبقى ينضرب في نفسه. خلي اكتب لك اياها. الواحد ايش ما يكون الاس مالته فالناتج يطلع واحد، يعني هسه حمود اذا اقول لك واحد اس خمسين، واحد اس مليون، واحد اس مليار، واحد اس مية، واحد اس اي رقم، شو يطلع الناتج؟ ليش؟ لان حيظل ينضرب واحد واحد واحد، حيطلع الناتج دائما واحد، حيطلع الناتج مالته دائما واحد. زين فهسه هاي اول شغله تمام، واحد تربيع واحد. بقت الاشاره، حمودي الاشاره اذا الاس الزوجي تروح لو تبقى؟ تروح. شو تصير؟ موجب. عافية، لان احنا قلنا اذا الاس الزوجي تصير موجب، اذا الاس الزوجي تصير شنو؟ موجب. زين هسه هاي خلصناها، قلنا واحد اس اثنين واحد، لان هو الواحد ما يكون اسه واحد. نجي نعوض هسه الثلاثة. زين حمودي واحد اس ثلاثة ايش قد؟ ايضا واحد. احنا قلنا الواحد ما يكون اسه شنو يطلع؟ زين الاس هنا فردي لو زوجي؟ اذا الاس فردي يروح السالب لو يبقى؟ يبقى. عافيه، يبقى السالب هنا الاس فردي. زين نجي هسه نعوض اربعه، وصلنا للاربعه. واحد اس اربعه، انتم قولوا لي طلاب ايش قد عافيه؟ واحد. استاذ مؤمل قال ليش ما يكون الاس مالته يطلع واحد، لكن الاس هنا يعتبر زوجي فالسالب يروح الجوه يصير موجب. اذا الاس زوجي السالب يروح، لان التكرار الزوجي وخر السالب، وانت تدري انه من تضرب السالب في السالب شو يطلع الناتج؟ موجب. التكرار ابو الاثنين الزوجي دائما ينطي موجب، هاي احفظها انه دائما اذا الاس زوجي موجب، اذا الاس فردي سالب. زين هسه نجي هنا نعوض شنو بداله؟ نعوض هسه خمسه اخر شيء، كله نعوض بدال هذا اللي عنده. تشوفون واحد اس خمسه قلت لك لو واحد اس مليار واحد، الاس هنا طلاب فردي فالسالب يبقى ما يروح، لان يعني اس فردي. من يكون الاس فردي السالب يبقى يا طلاب. هي كلها طلعت كلها نفس الناتج، بس مره موجب مره سالب، مره موجب مره سالب.
نكتب المتتابعة، نكتب بس النواتج. أول شيء سالب واحد، النوبة موجب واحد، النوبة سالب واحد، النوبة موجب واحد، وآخر شيء سالب واحد. أوكي، يعني هاي المتتابعة مالتنا بالنسبة لهذا المثال. زين، بعد عندنا أمثلة. هذا المثال أيضا يريد من عندي خمس متتابعات، عفوا خمس حدود. يريد من عندي خمس حدود. الخمسة الأولى يعني خمس مرات نعوض، مرة واحد نعوض، مرة الاثنين نعوض، مرة الثلاثة نعوض، ومرة الأربعة نعوض، ومرة الخمسة نعوض. يعني بدال هذا الان خمس مرات راح نعوض، مرة نعوض رقم واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، مرة خمسة، ونكتبهم، نكتب النواتج مالتهم بشكل متتابعة. زين، يلا نبلش. أول شيء نعوض الواحد. طبعا المقام والثلاثة ينزلون، أنت بس الآن حتخلي واحد بداله، يصير واحد على ثلاثة. طلع عندي أول واحد حمودي، واحد على ثلاثة. هسه نعوض، هسه احنا عوضنا واحد هنا، أوكي؟ هسه شنو نعوض؟ اثنين بدال الآن. يلا، شو راح يطلع عندي؟ اثنين على ثلاثة. هسه ثلث ثلثين، أوكي. هسه نعوض الثلاثة. ثلاثة بدال الآن. الثلاثة هاي تنزل، بس الآن توخرها تخلي ثلاثة بدالها. ثلاثة على ثلاثة تختصرها الشيء يطلع هاي بيها اختصار. يبارك، كمل. اوكي، ساي واحد على ثلاثة ما بيها اختصار، اثنين على ثلاثة ما بيها اختصار، هاي لا بيها اختصار. ثلاثة على ثلاثة اكتب لي اياها شنو؟ واحد. زين، هسا نعوض الأربعة بدال الآن. صار شنو الناتج؟ أربعة على ثلاثة ما بيها اختصار، هاي خلاص. آخر شيء شنو نعوض حمودي؟ الخمسة بدال الآن، شو يصير الناتج؟ خمسة على ثلاثة. حلوة وسهلة، مو خمس مرات عوضنا. نكتب المتتابعة هسه. يلا نبلش. أول واحد ايش قد عندنا؟ واحد على ثلاثة، هذا واحد، هذا أربعة على ثلاثة، وهذا خمسة على ثلاثة. اوكي، يعني هاي المتتابعة. شنو وقف التصوير قبل شوي؟ بعدين ما يظهر. اوكي، هاي المتتابعة مالتنا، كتبناهن النواتج دول، هذا وهذا 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 وهذا. تمام يعني؟ زين، نقدر نعطيكم واجب شوي؟ تقدرون تسوون انتو هذا او لا؟ خليها انا احلهم كلهن، يا مال الواجب خلي احلهم كلهن، حتى بعدين بالجروب انا امتحنكم ما حد يقول لي ها اعطيته واجب. عمودي هذا كم مرة نعوض؟ يا مرتين ولك خمس مرات، هو السؤال يقول خمس مرات بس. هنا انا شكو الشيء الغريب انه الان شكو عليها تربيع، انت راح تعوض بدال الان، دير بالك عليك بالتربيع، انت راح تعوض بدال الان، بس كل الارقام اللي راح تعوضها راح يصير فوقها تربيع، كل الارقام اللي راح تعوضها راح يصير فوقها تربيع. يعني اذا جيت عوضت الواحد راح يصير فوق الواحد تربيع، هذا ما السؤال هو. زين، واحد تربيع ايش قد قلنا؟ قلنا الواحد لو قسمه مليون ايش يطلع الناتج؟ واحد. عافيه، هسه هاي عوضنا الواحد، المن نعوض هسه؟ الاثنين بدال الان. الاثنين هم راح يصير فوقها شنو؟ تربيع. اثنين تربيع ايش قد؟ اثنين تربيع يعني اثنين في اثنين طلاب، اثنين في اثنين ايش قد؟ اثنين في اثنين اربعة. عافية، جيد. هسه نعوض الثلاثة طلاب، ثلاثة بدال الان. ثلاثة تربيع، الغلط الشائع يقولوا لي ستة. يابا ليش ستة مو ثلاثة في اثنين؟ لا حبيبي، هذا أس ثلاثة ينضرب في نفسه، يعني ثلاثة في ثلاثة. فتقول لي تسعة مو ستة وتلوصة على روحك ولك، ولك شايف إذا تكتبها ستة بالامتحان شو أسوي بيك؟ ثلاثة تربيع مو ثلاثة في اثنين حبيب قلبي، ثلاثة في ثلاثة. التربيع يعني تكرر الضرب مالته مرتين، تضربه في نفسه مرتين. أوكي؟ زين، هسا نعوض الأربعة بدال الآن، يصير أربعة أس اثنين. مو تقول لي ولك ثمانية اذبحك والله العبيك جولة، إذا تقول لي أربعة تربيع ثمانية. أربعة تربيع يعني أربعة في أربعة، أربعة في أربعة ايش قد طلاب؟ 16. أوكي، آخر رقم نعوضه اللي هو الخمسة بدال الآن، يصير خمسة تربيع. ولك إذا تقول لي 10 العبيك جولة، خمسة في مو خمسة في اثنين، خمسة أس اثنين. خمسة أس اثنين يعني خمسة في خمسة ويطلع 25.
خلصنا هاي النواتج مالتي، اروح اكتبهم بشكل متتابعة بهذا الشكل. اوكي، اكتب اول شيء الواحد، بعدين الاربعة، بعدين التسعة، بعدين الستعش، وبعدين اخر شيء الخمسة وعشرين، وهاي الحدود الخمسة الاولى من هاي المتتابعة اللي هي انتربي. زين، بعد شعدنا يا بس خلي عليكم فد مثال واجب ما بيها شيء. زين، تكعيب يضربون فيه 3 مرات في نفسه، والله ما اقدر اخلي أخ قلبي يقول لي لا، بس خلي اسويهم يا اشوف يكتبون هيك شيء. هاي تسووها هيك شيء. اوكي، شو تسوي؟ بدال الان مره تعوض واحد بس اس ثلاثه عليها، مره تعوض اثنين اس ثلاثه، مره ثلاثه اس ثلاثه، مرة أربعة أس ثلاثة، ومرة خمسة أس ثلاثة. شوف، بدال الآن أعوض مرة واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة، تجي من تجي على واحد أس ثلاثة، واحد أس ثلاثة، الواحد له أس مليون واحد. اثنين أس ثلاثة، مو تقول لي ستة ولك. اثنين أس يعني اثنين، اثنين أس ثلاثة يعني اثنين في نفسه 3 مرات. اثنين في اثنين في اثنين، يلا خلينا نضربهم. 2 في 2 4، 4 في 2 8. تكتب الناتج 8. ايش تضرب الرقم 3 مرات في نفسه، مو تضربه في 3، لا تضربه 3 مرات في نفسه. شلون انا اذا اسوي هنا 3 اس 3 شلون؟ يلا هسه سويه 3 في 3 في 3، سويه 3 في 3 9، 9 في 3 27. اذا هذا 27. اوكي، 4 اس 3، 4 اس 3، 4 في نفسها 3 مرات، 4 في 4 في 4، 4 في 4 16، 16 في 4 64. هاي شويه صعبه انا اقول لك، تريد تضربها هيك بهالشكل، 16 في 4، 4 في 6 4 وباليد 2، 4 في 1 4 و64. اوكي، يعني 64. زين، هاي تمام. 5 أس 3، 5 في 5 في 5 3 مرات. يلا، 5 في 5 25، 25 في 5 125. إذا تريد أقرب لك إياها، خمس حمرات فلوس، إذا 4 حمرات 100 ألف، 5 حمرات إيش قد؟ 125. أو إذا تريد تضربها ضرب بهالشكل، 25 في 5، 5 في 5 5 وباليد 2، 5 في 2 10 و2 12، طلع 125. تكتب المتتابعة. اوكي، يعني بهذا الشكل، نزل اول رقم 1، النوبة 8، النوبة 27، النوبة 64، واخر شيء 125. ولهنا خلصنا الحلقة الأولى البسيطة الحلوة مال المتتابعات. إن شاء الله بالحلقة الثانية راح ناخذ المتتابعة الحسابية وتكون شويه بها افكار اكثر. وضبطوا لي هاي الاسئله اللي حليناهن اللي هي كل سهله، مجرد احنا جاي نعوض بدال الحرف ان، نعوض 5 مرات، مره نعوض واحد، مره اثنين، مره ثلاثه، مره اربعه، مره خمسه، وهاي تكون تربيع، يكون جمع، يكون ضرب. فاريدكم تضبطوها زين. تحياتي لكم، كان وياكم الاستاذ مؤمل مهدي، ان شاء الله نشوفكم بحلقه جديده.